بنطالع بعض التقارير العربية بخصوص الظواهر الاجتماعية حاصلة في الوطن العربي بشكل عام، فلقينا انه هناك عدة ظواهر ظهرت في الوطن العربي، منها مثلا الزواج العرفي، منها نسب الطلاق المرتفعة جدا، منها قلة نسب الزواج، ولكن ايضا كان منها التحرش الجنسي. فما هو مفهوم التحرش الجنسي يا كاتيا بالنسبة للأمم المتحدة؟ هلأ بالنسبة للأمم المتحدة، الأمم المتحدة عرفت التحرش على أنه هو أي فعل بيسبب الضعف أو الانزعاج من قبل شخص لا الشخص الثاني، هو بأكثر الحالات بيكون بمواجهة الفئات المستضعفة اللي هن النساء، ومثلا قد يرتكب ضد الأطفال، قد يرتكب ضد أصحاب الإعاقات، يعني خلينا نقول أنه فئات مستضعفة. ففي سلطة عدة عند الشخص المتحرش، بإضافة للكثير من الأسباب الاجتماعية اللي بتأدي، فمثلا ممكن يتجاوز حدوده ويزعج الشخص الثاني بتحرشات تحرشات جنسية تماما بأشكال مختلفة جدا، إن كانت مثل ما تفضلت حضرتك، إن كانت لفظيا، إن كانت حتى بفعل مادي، إن كانت حتى بكلام إيحاءات. يعني مثلا من الكثير بيصير في تحرش، وهذا منتشر جدا بالوطن العربي، إنه هنا هناك تحرش بس ما بشكل الكلام الصريح مثلا الخادش للحياة جنسيا، إنما بإيحاءات تفهم اجتماعيا إنها هي فعلا إيحاءات جنسية. بس انت وسعت الموضوع قوي يا أستاذ. تمام. يعني أي حد هيعمل أي حاجة هيخش ضمن الإطار. لكن هي قالت جملة إنه في عداء، يعني الأستاذة كاتيا بتقول إنه في عداء من المتحرش. في وجهة نظرك يعني هل تتفقي مع انه في عداء، في استضعاف لكن هل في عداء فعلا؟ هي الدوافع متعددة. هلا هي الدافع الأساسي بيكون عند الذي يقوم بفعل التحرش، هو في عدة أسباب بتكون منها أنه يكون هو عنده شعور بالكبت، يعني أحيانا شعور الكبت بيجي التعبير عنه أو يعني ترجمته بأنه هو يتحرش. في أسباب كتير لدوافع بس التحرش. في عداء يعني انت متفقه معها في كلمه عداء؟ هو هي يمكن قصدها عداء، ما بعرف اذا كاتيا بتوافقني، يمكن قصدها هو انه شعور الاستعلاء، يعني انه هو الشخص الاستعلاء. ماشي انا متفق. يلي عم يمارس هذا الفعل عم يمارس عمل لا يحق له، عم يتعدى على خصوصيه، يتعدى على حرمه. هي عدوانيه. التصرف مش عداء، يعني مش تصرف عدواني. التعدي هو تصرف عدواني حقيقه، يعني التحرش هو تصرف عدواني طبيعي. تحرش صح. لكن الاستاذ سهير بتقول ده كبت ازاي؟ ده احنا شفنا شخصيات عالميه بتتحرش. انا ماني معك بالموضوع. لسه في اسباب. لا هو احد الاسباب، يعني انا قلت انه في اسباب كتير للموضوع. يعني انا شفت مثلا احد اسبابه شخصيات دوليه كبيره، يعني في مجتمعات متقدمه جدا ومفتوح عندهم المجال ده، لكن يعني التحرش ممثلين في هوليوود مثلا. ما قلكم كنت عم اقول انه هو له اسباب كتير حسب المجتمعات. يعني احنا هلا بقول لك بالمجتمع العربي سببه جهل، سببه فقر، سببه كبت، تاخر مثل ما حضرتك كنت عم تتفضل، تاخر سن الزواج، وهي القصص قد تكون احد اسباب او عامل من العوامل. لكن هو في له كتير أسباب، في ممكن يكون أحيانا نابع من مرض نفسي، ممكن يكون عنده رواسب قد تم التحرش فيه لما كان صغير، الاعتداء عليه مثلا جنسيا لما كان صغير، فلما بيكبر بيمتد معه الأمر. ففي له أسباب كتير حسب المجتمع. يعني أنا بشوف أستاذة كاتيا، وأنا متفق مع أستاذة سوير، لكن بشوف أنه شفنا منتج كبير في هوليوود تحرش بثلاث أرباع الممثلات منه أنجلينا جولي، هي اللي رفعت، وهي اللي رفعت صوتها. ترامب هو يواجه تهمة تحرش جنسي جديدة. يعني ده ترامب يا جماعة، ده راجل من زمان بيشتغل في المجال ده وبتاع. شفنا حتى في البنك الدولي كان في شخصيات تهم التحرش، حتى بالأمم المتحدة. الأمم المتحدة الكثير من الكبت عند الناس دي، يعني يعني تماما أنا ماني مع موضوع الكبت، لأنه الكبت يعني هذا وقت اللي أنا بدي أحكي أنه أحد أسباب التحرش هي الكبت. ليش المتزوجين بيقوموا بهذا الفعل المشين؟ أو مثلا التحرش إن كان مثلا لفظيا أو إن كان ماديا، شو هو الشيء أو شو هي التغذية اللي عم ياخذها من هذا التصرف؟ فلا يوجد، فهو ما أنه عم يغطي الكبت، فبالتالي هو ليس ناتج عن كبت. بتقول في بعض المجتمعات، وانا بتفق مع حضرتك. هلا بس انا بدي اضيف شغله، احيانا في بعض المجتمعات الثانيه خاصه المجتمعات الغربيه في عندك ثقافه مجتمعيه، في ثقافه مجتمعيه لما تسلعت فيها المراه استخدمت بالاعلانات المختلفه لكل انا مع هذا الكلام يعني تماما. تسليع المراه ادى الى ترسيخ ثقافه الاستعلاء عليها بانه هي سلعه، فهي سلعه، هي مجال لتنفيذ رغبه او للتعبير عن شهوه، فهي فرطبت المرأة بالجنس فاستعلي عليها، فأصبحت أداة للترويج.